مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي وإخواني طلاب مدارس الأندلس الثانوية الخاصة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونعيش مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء الممتعة للصف الحادي عشر والقسم العلمي. واستكمالا لما بدأناه في الدرس الماضي عن البوابات المنطقية، نستكمل اليوم بقية أنواع البوابات المنطقية في الدرس الثاني. ولكن في البداية نجدد أمانة الله سبحانه وتعالى ونؤكد على التزامنا بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة حتى يحمينا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ونتذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، يعني تظل على هيئتك في الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، بعد المغرب والصبح 10 مرات، إيه الثواب بقى والأجر العظيم اللي يأتي لك؟ كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، لكل واحدة 10، يعني 100 حسنة، ومحي عنه 10 سيئات، يعني 100 سيئة، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، أي مكروه لك إن شاء الله تحفظك به بهذه العشر إن شاء الله، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، يعني إن شاء الله تحفظك من الذنوب إلا الشرك بالله والعياذ بالله، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال، يعني يزيد عليه، وهو حديث حسن لغيره وهو وارد في صحيح الترغيب. يعني من الأعمال البسيطة يا إخواننا، وأجرها عظيم جدا جدا جدا، الواحد بس يسبح الله سبحانه وتعالى 10 تسبيحات بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، بعد صلاه المغرب وصلاه الصبح. نسال الله ان يجعلنا من اهل الفجر ومن اهل الذكر يا رب العالمين. مستني هنا حبايبي سؤال تحيه كده، يلا يسحب دماغك شويه. بقول لك هنا في البدايه تحت الارقام اللي بتخلينها 3 9 7 6 كان الناتج منها 12 16 13، كان الناتج منها 28 29، قول لنا الرقم الناقص. وقف الفيديو وهات النتيجة وابعتها لنا على الواتس، وإن شاء الله نعلن. البوابات المنطقية زي ما كما علمنا من قبل يا أحبابي، هي مجموعة من الدوائر اللي بتتكون من سواء مجموعة من الترانزستورات أو الدايودات ولها عمل محدد. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على مجموعة من الأشياء. الاستنتاج أنا استنتج جدول الحقيقة لكل من بوابات الناند والنور والإن أور والإكس أور، ونعدد بعض البوابات المنطقية ونفسر عملها. لو بصينا حبايبي على بعض البوابات المنطقية اللي عندنا الجديدة النهاردة، بوابة الناند، بوابة النط، بوابة النور، بوابة الاكس اور، بوابة الاور، بوابة الاند. ادي بوابة الاند خدناها قبل كده مع بعض الحصة الماضية، بوابة الاور، بوابة الاكس اور كأنها مضاد للاور يا حبايبي، بوابة النور كأنها بوابة نوت اور، بوابة النط العادية، بوابة الناند يبقى نط اند. دي مجموعة البوابات اللي عندنا حبايب قلبي معانا بكتاب المدرسة صفحة 38 و9 و30. ادي مجموعة من البوابات المنطقية حبايبي، بوابة الاند، بوابة الاول، بوابة النط، بوابة الناند، بوابة النور، بوابة الاكس اور، كل دي بوابات. الهدف استنتاج تركيب البوابة المنطقية الناند من خلال الرسوم التخطيطية للبوابات التالية، استنتج مما تتكون بوابة الناند. لو بصينا قدام حضراتكم كده، أنا جاي البوابة الأولى اللي هي بوابة إيه؟ بوابة الأند، ليها مدخلين ومخرج واحد، ثم بوابة النط. لو دمجنا الاتنين مع بعض حبايب قلبي يطلع لنا البوابة التالتة اللي هي بوابة الناند. يبقى ما هي إلا دمج للبوابة، مين حبايبي؟ البوابة أند ثم النط، يعني أنا كأني بدخل المخرجين على الأند والناتج منهم السي بدخله على الايه؟ فيطلع لي ايه؟ يطلع لي بوابه الناند. طب بوابه النور كانها بوابه دمج ما بين بوابه النط وبوابه الاور، كانهم دمج ما بين الاثنين. بشوف المخرج من الاور وبيتم عكسه. بوابه الاكس اور زي ما انتم شايفين حضراتكم، البوابات التالية استنتج مما تكون البوابه اكس اور. اكس اور يعني بوابه النور وانا بعمل لها عكس، يعني بوابه النور وبعمل لها حبايبي ايه؟ وبعمل لها عكس بعد ذلك. بوابه الاكس
الاكس ايه؟ الاكس 4 والاكس 2. طيب لو سألني سؤال يا حبايب قلب، ما اسم البوابة المنطقية التي يمثلها الرمز التام؟ البوابة الأولى طبعا بوابة ايه؟ بوابة الناند، بوابة اند قدامها، والبوابة الثانية اللي هي اكس اور. اكس اور مميزة ان فيها شرطة جانبية قبل البوابة نفسها. البوابة الثالثة حبايب قلبي البوابة العادية خالص اللي هي بقى بوابة الاور ومعاها النط، يبقى نسميها مور. بعد ذلك يا حبايبي لابد ان احنا نستنتج جدول الحقيقة والصواب للبوابات ناند نور اكس اور. طبعا كل بوابة من البوابات نشوفها مع بعض ازاي نستنتج. بوابة الناند كأنها بوابة اند والناتج بتاعها تم عكسه، فبوابة الاند كان 0 0 بيطلع 0، اعكس تطلع 1، 0 1 كانت تطلع 0 تطلع 1، 1 0 تطلع 0 تطلع 1، 1 1 كانت بتطلع 1 تطلع هنا 0. يبقى بالتالي مبدأ عمل الناند هو عكس عمل بوابة الاند. وفكرة عمل بوابة الناند ان الإشارة الخارجة بتكون صفر فقط عندما تكون الإشارات الداخلة 1، وما عدا ذلك تكون الإشارة الخارجة منها 1. جدول الحقيقة والصواب للبوابة المنطقية نور كأنها عكس حبايب البوابة الأور. بوابة الأور كانت أي من الإشارتين كانت واحد بتخرج الإشارة واحد هنا، لو أي من الإشارتين واحد لا تخرج، ما تطلعش إلا في حالة 0 0. فبالتالي بوابة النور الإشارة الخارجة بتكون 0 لما تكون جميع الإشارات الداخلة أو أحدها واحد، وما عدا ذلك تكون الإشارة الخارجة واحد. بوابة الإكس أور، بوابة الإكس أور زي ما أنتم شايفين الزيرو زيرو تطلع زيرو، طب الزيرو واحد تطلع واحد، الواحد زيرو تطلع واحد، واحد واحد تطلع زيرو، عكس الإشارتين المتشابهتين اللي هي الإكس أور. مبدأها هو عمل بوابة، استنتج إن عمل بوابة الإكس أور هو عمل بوابة مين؟ عمل بوابة الأور. فكرة عمل بوابة الإكس أور الإشارة الخارجة تكون واحد فقط عندما تكون عدد من الفردي من الإشارات الداخلة واحد، وما عدا ذلك تكون الإشارة الخارجة زيرو. سؤال رقم 2 يا حبايبي في الكتاب المدرسي، كيف يمكن تحويل بوابة الناند إلى نوت؟ إزاي عندي بوابة ناند أحولها إلى بوابة نوت عاكس؟ إن أنا بدمج المدخلين في مدخل واحد. المداخل بتاعتي يا حبايبي خليها مدخل واحد، بعد ذلك تعمل فقط كبوابة نوت. لو شفنا مثال يا حبايب قلبي سؤال صفحة 31، هنلاقي إن ده من ضمن الأسئلة اللي بتكلمني على سؤال مباشر على بوابة من ضمن البوابات. وليكن البوابة اللي عندنا حبايبي أنشئ جدول الحقيقة الصواب للبوابة نور يعني نوت اول ذات 3 مداخل. طبعا عارفين حضراتكم 3 مداخل، المدخل الأول هيكون الأربعة زيرو ثم أربعة واحد، المدخل الثاني زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد، المدخل الثالث زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد، بحيث كده إني أحقق كل الاحتمالات. والبوابة اللي عندنا بوابة نور يعني عكس الأول. الأول طبعا زيرو 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 المفروض تطلع إيه؟ المفروض تطلع زيرو، هنا بنعكس فتطلع واحد، واحد 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 المفروض تطلع واحد فنعكس تطلع زيرو. أي حاجة فيها إشارة الواحد بتطلع زيرو، لا يوجد احتمال لإخراج الواحد إلا من كل المداخل حبايبي تكون زيرو، لا توجد فيها إشارة. كده نكون وصلنا لختام درسنا النهاردة لاستكمال البوابات المنطقية اللي بدأناها في الحصة الماضية، وجزاكم الله خيرا. ونختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.